الصباح جديد حركه الدجاج جوج الحوايج ما كنساوهمش كنشربوا الماء مزيان وكنقوموا بحركات تقنيه قبل ما نبداو لي زيكزارسيس ديالنا. الحصه ديال اليوم غادي نخدموا فيها 3 ديال لي زيكزارسيس اللي نقدروا نديروهم بالزربه بحال فشي صباحات كنفيقوا معطلين ولا في النهار ديالنا ما كيكونش عندنا الوقت بزاف باش نديروا لي زيكزارسيس. هاد لي 3 موفمون غيكونوا غيليقوا لكم. شوفوا لي زيكزارسيس اللي وجدنا. لو موفمون الاول غادي يكون دي جامبل جاك. الوغ غادي نحل لي بغا و لي جامبو ميم طون. نزير لو فونتر مزيان. نحاول هنايا ندير واحد 30 ولا 40 ريبيتيسيون ونعاودهم من 2 حتى ل 3. غادي نرجع هنايا غيكون هذا هو الموفمون الاول. نشوفوا الموفمون الثاني. الموفمون الثاني غادي نمشي اون بوزيسيون دو غيناج. غادي نبدا نحل لي دو جامب كندير دو تاب او نيفو ديال لي زيبول كنرجع. نخلي الظهر هابط ما نطلعش لو باسان بزاف الفوق ونزير الكرش باش هكا كنحمي الظهر ديالي. غادي نرجع هنايا غادي يكون هذا هو الموفمون الثاني. شوفوا الموفمون الاخير. الموفمون الاخير غادي يكون بور لي زابدو. غادي نهبط هنايا بالظهر نحط الراس ديالي مزيان في الارض. غادي نخلي لي دو برا كوازي او نيفو ديال لا نوك. نطلع لي جامب عندي هنايا. غادي نبدا نمشي هنا بلي كود عند لي جول. غادي ندير هنا 10 ديال لي ريبيتيسيون. غادي نخلي لي دو جون مسرحين وغادي نبلوكي هنايا 10 ديال التوالي. عاوتاني اون فوا 10 غادي نبدا نمشي 10 ديال لي طاب او نيفو ديال لي جونو. عشرة ثواني غادي نبلوكي هنايا. وهكا غادي نكون كنخدم لابدومين اون غيناج و اوميم طون غنأكتيفي لي ميسك ديال لابدومين. نشوفو النصائح. كيف ما قلت لكم هاد لي زيكزارسيس يقدروا يديروهم الناس اللي ما يكونش عندهم الوقت بزاف باش يترينيو ولا كيكون باغي يدير الحصه ديالو ولكن كيلقى الوقت تعطل ما عنده فين يخرج يجري. الوغ هاد لي زيكزارسيس هادو مزيانين كيخدموا لنا كاع لي ميسكل ديال لو كور ديالنا و او ميم طون هما كارديو. غادي نحسوا بلا فريكونس كاردياك ديالنا كطلع بكل القلب ديالنا كيبقى يضرب وهكا كيدوموندي بلوس ديال لو سان وفاش كيمشي لو كور ديالنا كيعيا بزاف كيبدا يقلب على الانرجي باش يوقف مزيان دوكو كيمشي يقلب عليها من داك الدهنيات اللي عندنا في الدات ديالنا وهكا كنبداو نحرقوا كاع داك الشحمه اللي كتكون لوكاليزي في لو كور ديالنا كامل. الوغ نحاولوا نبقاو نديروا لي زيكزارسيس بزاف واخا ما يكونش عندنا الوقت نحاولوا نعزلوا واحد 3 ولا 4 ديال التمارين ونعاودوهم هكا بدي سيري ديال 3 ولا 4 ونبقاو هكا كنخدموا ما نضيعوا حتى شي حصه في الاسبوع ديالنا باش الجسم ديالنا يستافد مزيان و اوميم طون نوصلوا دوك لي ريزولطا اللي بغينا. ما نطولش عليكم نتمنى تكونوا استفدتوا من الحلقه ديال اليوم. نشوفكم غدا ان شاء الله. السلامه.